السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الثانية متوسط، إن شاء الله دروك غادي نوريكم كيفاش تديروا باراغراف باش توصفوا شخصية ولا إنسان. بسم الله على بركة الله، نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بون، هنايا اش قال لك؟ What do they look like؟ What do they look like؟ يعني كيف يبدوان؟ كيفاش دايرين هادو؟ غادي نتايا ولا نتيا بنتي غادي توصفوهم. هذا نيم، الاسم ناصر، ايج العمر 13 عام، هاي الارتفاع تاعه ولا الطول 1 متر و 30 سنتيمتر، ويت الويت الوزن 23 كيلوغرام، الهير شعره براون ماغون شعره بني، ايز العينين هازل يعني بندق، البندق شتو البندق هي الهازل يعني كي نقولوا حنايا الهازل يعني نقولوا حنايا نوازيت، يا عينيه جايين نوازيت. اوكي نتوما سيو معايا نبداو بهذا الشيء، كيفاش نوصفوا ولادي؟ بليز نبداو نقولوا بسم الله. شنديرو؟ نديرو ناصر، نبداو بالاسم تاعه ماجيسكول ناصر، إيز نشكرو شوية، شنقولو؟ نقولو طفل جميل. كيفاش نقولوها باللونجلي؟ نقولو ناصر إيز هانسوم بوي، منقولش بيوتيفول باسكو بيوتيفول تمشي مع الشيرات، الشاشرة نقولو هانسوم بوي. هنا نكتبو هاندسوم، شوفو كاين دي هاندسوم نيشان، بصح حنا ما نقروش الدي، نقولو ناصر إيز أها نسيت الأ، إيز هانسوم بوي، إيز هانسوم بوي، نديرو هكا نقطة، صحيح؟ هي إيز 13 years old، 13 years old في عمره 13 عام. He is tall، باغ اكزومبل هذا 1.30 هذه 1.10 صافي هو tall، شنقولوا؟ He is tall and slim، ورقيق. He has got شوف شنقولوا، He has got على شعره، He has got عنده brown hair with hazel eyes، صحيح؟ شوفوا اش عسهل هذا توصف لها أستاذة تعطيك نقطة كاملة. ها ناصر is a handsome boy، هو طفل جميل. He is 13 years old، درنا دي ودرنا هادي. He is tall، درنا دي، and slim، رقيق 23 كيلو رقيق. He has got brown hair، شعره براون، with hazel eyes، عنده عينيه بندقيه. اوكي نروحو دروك عند الشيره، نقولو كي نقولو هيا قولوا لي نتوما، هيا قولوا معايا، نقولو مروى is a beautiful girl، هي شيرة شابة نيشان، عادرنا مرة. She is 14 years old، okay. She is small
هنايا شورت ولا شي إيز كيما نقولوا حنايا متر وعشرة، شي إيز شورت ماشي طويلة، شي إيز شورت أند سترونغ. مليحة، 48 أند نقولوا سترونغ يعني قوية، سترونغ صحيح؟ صحيح، درنا دا درنا دا درنا دا درنا دا صحيح؟ with دروك هنا درنا he has got، ولا نديرو he has got هنا تاني، he she has got، she has got، she has got short black hair، شعرها قصير، short شورت حنا زدناها، هنا قالوا لك غير بلاك، بتبغي تزيد معليش، شورت بلاك هير ويذ بلاك ايز، بيج بلاك ايز، عيني هاي كبار، ويذ بيج بلاك ايز. وصلت على النبي، هذا مكان وليداتي، هذا هو كيفاش تعرفوا بانسان، ولا باغيكزوم كيفاش يبدو لك انسان، كيفاش تكتبها وات دو دي لوك لايك. هذا مكان ولدي، نتمنى ك فهمتوا معايا واستفدتوا معايا ودرتوا معايا هذا هذا الوصف، والى مواضيع مقبله ان شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.